اسئله، بس تعالى ناخد شويه اسئله كده من السوشيال ميديا، لان عندنا عاملين هاشتاج اسبوع القاضيه. تعالى نروح كده لبعض الاسئله ونرجع نكمل حوارنا الممتع مع اللي منورنا محمد سراج. عمرو الدالي، تحياتي كابتن شوبير واستاذ سراج العضو النشط والفعال، عايزين صفقات لكاس العالم 2025. رد على ده الاول. زي ما قلنا برضو في البدايه ان احنا بنثق جدا في رؤيه كابتن محمود الخطيب مع قطاع الكره في النادي الاهلي، بيبقى في تلبيه احتياجات للنادي ولقطاع الكره وفريق الكره، مع طبعا الاتفاق مع الجهاز الفني. نعم. يعني انت مش بتجيب صفقات مع نفسك كده او لا، بيبقى طبعا في اتفاق. فطبعا اكيد اكيد النادي الاهلي لازم قبل 2025 يكون في تدعيم بصفقات، ده انا متفق معاه طبعا. ولكن انا اللي عايز اقوله انه انا اثق في رؤيه يعني قطاع كره القدم في النادي مع كولر، انه ان شاء الله يكونوا يختاروا الصفقات الافضل اللي تناسبنا. بعد كده كل الرساله دعوات وكل بيبقى الدعم في الاخر مجلس اداره. يعني احنا بالتأكيد ما بنعتمد ماليا الصفقات، احنا مش يعني مش بنتاخر عن ده خالص في النادي، بالعكس تتأخر. احنا بنبقى عايزين ان احنا ندعم بافضل طرق. ممكن يبقى في اوقات اتاخرنا فيها شويه واوقات ما توفقناش فيها، لكن في النهايه اكيد الاستراتيجيه ان احنا ندعم الفريق بافضل شكل ممكن. اللي بعده، انا دمي فلسطيني، مساء الخير والسعاده عليك كابتن شوبير وعلى ضيفك المحترم محمد سراج اللي بنسميه مسؤول بروح جمهور الثالثه شمال. سؤالي ليه، ايه هي اصعب بطوله عشتها مع الاهلي، وهل الاهلي هيقدر يتعاقد مع مهاجم قوي جنب وسام قبل كاس العالم؟ واحب اقول لحضرتك نورت قناه اعظم نادي في الكون. اشكرك، ربنا يخليك. نحيي طبعا الاول العالم الرائع والعظيم واسم فلسطين، وربنا رب ينصر اهلنا يا رب يا رب، اللهم انصرهم دائما يعني فلسطين ولبنان وكل مكان طبعا في كل الدول العربيه يا رب. طبعا زي نفس برضو رد السؤال اللي فات، ان دي طبعا هتكون رؤيه لمستر كولر مع قطاع الكوره، واكيد كابتن محمود الخطيب مش هيتاخر عن طلبات مستر كولر قبل ما بطوله كاس العالم 2025. دي بطوله هامه جدا في تاريخ النادي الاهلي. احنا عندنا مرحلتين اعتقد في يناير وكمان 1/6 هيكون في فاتحين الفرق المشاركه، فاعتقد لا اكيد اكيد هيكون المناسبتين دول فيهم فرصه للتدعيم باذن الله للنادي. اللي بعده، عبد الرحمن وبرضو علم فلسطين، اهلا يا باشمهندس محمد سراج، ليه اسعار التذاكر في الاهلي لا يتم خفضها، ما تكونش ب 50 جنيه زي المنافسين، وده هيفرق كتير في الحضور الجماهيري. من البدايه بس بقول لك انه مجلس اداره النادي الاهلي باذل مجهود رهيب جدا 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 في هذا الامر، وانتم ساهمتم اكتر من مره في هذا الامر، واعتقد ان انتم شغالين في محاولات كثيره من اجل بالعكس. يعني اخر اجتماع لجنه امارات كابتن محمود حضر معانا، كان قبل التعب يعني الكلام ده من حوالي مثلا اسبوعين ثلاثه، وبالعكس هو كان عايز ان هو احنا نخفضها لسعر 50 جنيه. كان احنا عندنا برضو بيبقى ساعات في حاجات غايبه عننا شويه، ان احنا من ضمن الحاجات ان احنا مش لوحدنا في موضوع التذاكر، احنا تذكرتي معانا. فهي بتطبع هي التذاكر وليها تكلفه على التذاكر والكلام ده كله، فتكلفتها هي لوحدها بتبقى فوق ال 50 جنيه دي، فهي تقول لك انا مش هينفع ان انا ابيعها اقل من 50. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في اصلا جواب في اللائحه او جواب جاي لنا، واللائحه بتاعت رابطه الانديه تقول لك وده احنا برضو اتكلمنا فيه وبعتنا لهم عليه، ان الحد الادنى 75 جنيه للتذكره. نعم. يعني وعلى فكره يعني هو برضو دي انا حابب برضو اضيف فيها ان احنا دي مبعوثه لنا رسمي من الرابطه انها 75 جنيه، فطبعا دي نتمنى ان هي تقل وبنتكلم فيها معاهم. ولازم برضو يبقى في حد اقصى طبعا. انا شايف انه لازم في حد اقصى. ليه؟ لان ما تفتحش المجال، انت عندك الدوري معظمه ثلاث ارباعه انديه شركات. تمام. انت ممكن تيجي في وقت من الاوقات المباراه اللي بيملكها نادي شركات قدام مثلا نادي جماهيري فمش عايزه يحضر لسبب ما، لسبب منافسه، لسبب كذا. ده حصل معانا. نعم. فكانت التذاكر وصلت لالاف بشكل مش منطقي. بس الجماهير كانت عظيمه. والجماهير كانت عظيمه طبعا. عظيمه. لكن قصدي من الاول انه ده لازم يتم حكايه، ولازم برضو ان حته ال 50 50 مفيش حاجه اسمها ان انا بلعب في الهوم بتاعي. نعم. وابقى عليا 50% بس والاوي ليه 50، ما هو ده ما بيحصلش بره. ده 5% مثلا. صحيح. فاحنا برضو دي بنحاول ان احنا نخفضها ل 25، يعني في امور كده في اللائحه دي مش بتاعت النادي الاهلي بس احنا بنحاول فيها. عليها. حلو. اللي بعد، مهندس محمد علي، مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك والنسر الاهلي استاذ محمد سراج، ايه الطريقه اللي نقدر بيها نجيب حقوقنا ونرد الظلم اللي بيواجهه النادي الاهلي احيانا من المنظومه الرياضيه عندنا وما فيها من تجاوزات واخطاء تحكيميه واعلاميه وهكذا؟
حارس الاهلي اعلاميا احنا حارس الاهلي موجودين ما تقلقوش يعني. لا احنا اكيد طبعا كمان المجلس كمان يعني ما شاء الله احنا المجلس يعني لما بيكون في اي اخطاء من اي نوع دايما بيكون في اكشن وفي حركه وفي اجتماعات وفي بيانات بتصدر وفي اعتراضات وخطابات وخلاف. واما اعلاميا فانا حقيقي مش مجامله بس شايف ان الحمد لله قناه النادي الاهلي وبرنامج حضرتك ويعني منصه اعلاميه قويه للدفاع عن النادي. عندك مركز اعلامي كمان قوي في النادي الاهلي اكيد. انا برضو مش عايزين يعني برضو اداره يعني. الاعلام في النادي الاهلي عامله طفره كبيره جدا الفتره اللي فاتت. احنا ارقام السوشيال ميديا حتى عندنا كصفحات فيسبوك انستجرام تويتر الكلام ده كله لكن هو انا فاهم سؤاله عشان انت كاستراتيجيه النادي الاهلي في الصفحات الرسميه والمواقع الرسميه مش هتخش تهاجم او هترد بشكل معين يعني طيب. لكن هي بيبقى مهمتها ان انت بتكبر القاعده الجماهيريه بتاعتك وهم ماشيين فيها بشكل 100% ممتاز. اللي بعد عبد الله رضوان وده من اصدقاء البرنامج. السلام عليكم كابتن شبير، تحياتي لك استاذ محمد سراج. سمعنا عن المشروع استاد الاهلي، هيكون في جامعه ومستشفى، ليه ما نسميش الجامعه باسم الراحل عمرو فاروق الله يرحمه لان ده كان اقتراحه، وهل المشروع ده ممكن يرى النور قريبا ام سنظل نسمع كلمه قريبا قريبا؟ هل في جامعه مستشفى فعلا؟ انا يعني عجبني والله الاقتراح. حلو الاقتراح والله. الله عجبني جدا ويعني اتمنى ان شاء الله. طبعا هي فيها هي اصلا مش استاد فقط، هي مدينه رياضيه. مدينة ده تم الاعلان عنه مدينه رياضيه كامله، استاد مستشفى اصابات الملاعب مستشفى يعني طبي رياضي وجامعه ومتحف داخل الاستاد. فده مجموعه من المكونات اللي جوه المدينه الرياضيه. أيوة. منهم طبعا الجامعه او دي من اهتماماتنا الكبيره يعني. فطبعا اطلاق اسمها اسم طبعا الراحل العمري فاروق رحمه الله عليه دي حاجه تساعدنا انا بشكل شخصي في النهايه. ده اقتراح جميل اكيد ان احنا نقدر ان احنا نعرضه على مجلس الاداره ونعرضه على القلعه الحمراء وان شاء الله يرى النور يعني. جميل. اللي بعد انتوا عطلتوا جوه ولا ايه يا جماعه؟ ضياء عويس، يا كابتن تحيات شديده لك قوتك كاعلامي اضافه بشده لقوه قناه الاهلي، الاهلي هو اللي بيضيف لاي حد يا استاذ ضياء. السؤال الاهم للاستاذ سراج، اين وصل مشروع استاد الاهلي؟ جاوبنا عليه. اللي بعد الروبي، تحيه كبيره على نظر الاعلام احمد واحلى كابتن احمد واحلى احتفاليه بنعيش على قناتنا في عظمه بتحصل. مرحب بالاستاذ محمد سراج. السؤال الاول، عايزين نشوف مباريات الاهلي في الدوري على قناتنا. انا ارد عليك هنا، دي حقوق يا جماعه مش بتاعت قناة النادي الأهلي على الإطلاق، وفي منظومة في هذا الأمر، وبالتالي هناك قناة رسمية ناقلة للدوري العام ولها كل الحب وكل الاحترام، والبيع مش جماعي، البيع لقناة واحدة وهي قنوات اون تايم سبورتس. أخيرا رجاء السفر، رجاء قبل السفر لقطر فتح تمرين الأهلي للجمهور. والله يا ريت يعني اتعملت تمرينة في الاستاد والناس تهدر. والله هي دي برضو والله. يعني هي برضو بتبقى طبعا محتاجه تنسيق مع الجهات الامنيه. ممكن نتكلم فيها يعني، واتمنى ان يتم الاستجابه ليها اكيد يعني. هنتمنى حاجه زي كده. طيب.